ربنا سبحانه وتعالى تجلت حكمته وقدرته وإعجازه أن يخلق الإنسان مصنع كامل متكامل، ايوه صح؟ مكتفي ذاتيا. هل عدد الخلايا اللي هي 50 تريليون خلية، ده أنا عايز أخد الأرقام من حضرتك مرة تانية لأنها فعلا بديعة بجد، 50 تريليون خلية، الحمض النووي حضرتك قلت لي فيها من 20 ل 25 ألف اللي معروفين دلوقتي لحد دلوقتي، لان كل شويه بيتم اكتشاف حاجات هو جديده، لسه في حاجات ما لم تكتشف ولحد يوم القيامه مش هيوصلوا، كل شويه بنلاقي حاجات ادق وما وادق. اوتيتم من العلم يعني الا من 100 سنه كان حد عارف الخلايا والكلام ده وعارف الدي ان اي، فكل شويه بنلاقي اكتشافات تانية ادق وادق. هو الحمض النووي هو الجين ولا الجين الجين؟ جزء من الحمض النووي. طب ايه هو الحمض النووي عشان نفهم بقى وايه الحمض هو النووي؟ هو كل الدي ان اي او الماده الوراثيه اللي جوه نواه الخليه في الانسان اللي بتتحكم في كل الصفات وكل الافعال اللي في الجسم. صفات؟ صفات يعني خضار العين، سواد خضار الشعر، العين، لون الشعر، لون البشره، مجعد ولا شعر ناعم، شعر دهني ولا ده شعر، في الدي ان اي كل حاجه، كل حاجه. ممكن نطلع واد ابيض وعينيه خضراء وشعر اصفر ومسبسب كده؟ لا فعلا. طب ما تلعبوا في الجينات يعني، لا ما هم جيب جين بتاع خضار العين وجين صفار الشعر. اللعب هو اللي بيعمله، ممكن بيعمله. هو سؤال افتراضي قد يكون طبعًا عبث على طبعًا فكره، لكن من المحاكاه الاعلاميه يعني. طبعا هو اللي ممكن بيعملوه، وده بصراحه ما عملوا استنساخ. لا ما الاستنساخ ده حضرتك، هو معلش انا اسف، جاب حاجه وحطها في حاجه شغاله. يعني انا هاجي لحضرتك في موضوع الاستنساخ. حته اللعب في الجينات مش سهله، عشان تدخل جين جوه هو دقيق جدا، وشوف حجمه قد ايه. عشان تدخل جين حضرتك بتدخله عن طريق ايه؟ مش عارف ايه، فيروس. بتجيب فيروس عشان يخش يقولوا عليه، زي فكره الـ يعني، ومش هندخل لها دلوقتي، فكره التطعيمات بتاعه الكورونا. اللي بيجيبوا فيروس عشان ينتج لي حته من 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 جسم الفيروس اللي بيتعرف على الجسم في المناعه، وبالتالي اسمه فيرال فيكتور، شايل حته على رزقك. الله يسترك، زادك الله علما. بيديني فيروس عشان ينتج لي ايه؟ عشان بيجيب الميكروب نفسه، الفيروس نفسه، يحقن بيه، يحط الصفه الوراثيه اللي حضرتك عايزها على الجسم، على الار ان اي بتاع الفيروس، ويحقن الفيروس ده عشان يعمل. بس ده كله افتراض لحد دلوقتي، ما جابش اي نتائج. عشان الخلايا تتعرف عليه؟ لا، عشان يخش حضرتك، انا يخش الخليه يغير حته في الدي ان اي بتاعها، تدي اللون بدل ما كان كذا يبقى كذا، زي امراض معينه. يعني احنا مرض زي انيميا الخلايا المنجليه عندنا يعني قاعده نوويه واحده، قاعده نوويه يعني الحمض النووي اللي داخل النواه متغيره، ادت حمض اميني اللي هو البروتين مكان حمض تاني، وهو والاثنين الاحماض دي موجوده في الجسم. يعني شالت الجلوتاميك حطت مكانه فالين، طلعت الخلايا بدل ما هي خلايا طبيعيه وشغاله طلعت خلايا منجليه شبه المنجل او الهلال، كريسنتك الشكل كده، ما بتاديش وظيفه وعمرها قصير جدا. تمام. لو الكلام ده بدل ما اعمل لون العين او الكلام ده، لو في امكانيه كانوا يصلحوا ويحطوا الجين على الفيكتور ده ويدخلوا الخليه، بس الموضوع صعب ومعقد، لان حضرتك هتدخل، عايز حاجه تدخل الجين ده في كل الخلايا.